بونجور لي زامي، كي دايرين؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. كالعاده طاقه ايجابيه من قلبي لقلبكم. كنتمناكم تكونوا بالف خير، يوم ممتاز، يوم كما كتمنوا، يوم مليء بالخير والخيرات يا رب. اليوم موضوعنا على الهجره، كما اتفقت معكم وقلت لكم غنبداو نديروا فيديوهات على الهجره، لانه جاوني بزاف من الاخوات او الاخوان كيطالبوا انه نهضروا في مواضيع مهمه، ومن المواضيع المهمه اللي الناس بزاف مهتمين ليها وهي الهجره الى كندا. قبل ما نبداو في الموضوع خوتي خواتاتي، بغيت نشكركم واحد واحد صراحه، يعني كتفرحوا لي قلبي، كتفرحوني. الكومنتات ديالكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني شنو نقول لكم، نقراكم كلكم ما شاء الله عليكم، باينين كتبغوني، كتحبوني، كتحترموني، وانا كذلك صراحه، يعني شنو نقول لكم، عسل على قلبي. وكنضحك لاني جد سعيده صراحه، يعني الكومنتات غزالين، والناس اللي تيكتبوا لي ما شاء الله ناس مثقفين، ناس ظريفين، ناس الله يعمرها دار. فانا جد فخوره يكونوا عندي متتبعين من هذا النوع، لانه قليل قليل جدا، يعني القنوات تكون عندها متتبعين محترمين صراحه. وانتم صراحه يعني اش نقول لكم، فوق من راسي والله العظيم، وكلامكم عسل كينزل لي على قلبي، كيتقطر عسيله عسيله. المهم شكرا لكم بزاف، وغنشكركم. يعني حاجه ثانيه بغيت نشكركم على السؤال اللي كنت سولتكم وجاوبتوني، وقلتوا لي من بعد على الانتقاد. ما عندي حتى شي مشكله من بعد على الانتقاد، لانه كما قلتوا فيه بزاف ذنوب، وهذا هو الانتقاد، يعني فيه هضره بزاف، فيه النميمه، شئنا ام ابينا هذا هو الواقع، هذه هي الصراحه. فبما انني انا ما عنديش لا مع النميمه ولا مع كلام على الناس ولا، وما كنبغيش يعني صراحه، فقلت انه الانتقاد غيبقى انتقاد، دائما السلبيات هما اللي كيطلعوا، واي موضوع او اي شخص يعني كيكون فيه غادي ينتقدوا، فكيكون دائما لو موفي كوتي او الاشياء السلبيه هي اللي كتنتقد بكثره. فخلينا من هذا، كنقول لكم شكرا. دونك انا غادي ندير داكشي اللي قلتي ليا، غادي نتعد على الانتقاد، ونبداو نديرو فيديوهات ان شاء الله يعني مهمه، يعني سواء يعني في مثلا على الهجره، سواء على الصحه، سواء على التنميه البشريه، سواء على الاطفال، العائله. فكنشوف من انه هذا النوع من الفيديوهات مطلوبين ومرغوبين، ولما لا نديروهم معكم، ما عندي حتى شي مشكل. دونك ندوزو للهجره الى كندا. اول حاجه بغيت نقول لكم انه كندا مثلها مثل اي بلد، فيها ايجابيات وفيها سلبيات، يعني خصنا نكونوا متفقين على هذه الهضره. هذه ما كاينش شي بلاد يعني في العالم كامل غير ايجابيات، لانه ما يمكنش يعني شي حاجه زوينه يعني كامله مكموله، ما كايناش الا عند الله سبحانه وتعالى. الجنه اللي فيا هي كامله مكموله، واللي كنتمنى وكنطمحوا لنا ان شاء الله كلنا حنا المسلمين نمشيو ليها وندخلوا ليها باذن الله. دونك خاصكم تعرفوا بانه كندا بلد زي اي بلد او مثل اي بلد، فيه ايجابيات وفيه سلبيات. دونك انا اليوم غنعطيكم واحد النظره باختصار او عجاله على الهجره، ومن بعد ان شاء الله غنطرقوا لكل يعني كل نوع من الهجره، يعني شنو كاين مثلا دوسي دي ميغراسيون، فيزا توريستيك، كونترا دو ترافاي، لي زيتود. دونك اليوم غنهضروا غير على كندا والمساوئ والايجابيات ديال كندا. نبداو بالمساوئ. المساوئ او ماشي مساوئ صراحه، نقولوا لو كوتي اللي شويه نيجاتيف، يعني شنو نيجاتيف، يعني نقدروا من نيجاتيف سافي با تيغ، يعني سي ترو، يعني اكستريم نيجاتيف، يعني الناس اللي كيلقاو فيه مثلا بعض الصعوبات. فاول حاجه هي الثلج، البرد. حنا هنا عندنا في كندا يعني كنعيشوا اربع فصول طبيعي، يمكن الناس كيقول لك حنا عندنا غير جوج فصول، لا عندنا اربع فصول، عندنا الصيف، عندنا الخريف، عندنا الشتاء يعني الثلج، يعني البرد الثلج، وعندنا البرينتون يعني الربيع، وصاك عاوتاني الصيف، يعني اربع فصول. غير هو اون فوا كيسالي الصيف كيبدا يبرد داك الجو تدريجيا، وحنا يلاه خارجين من الصيف، فكنحسو بديك البروده يعني هذا، ولكن راه بحالنا بحال يعني جميع البلدان، يعني كيسالي الصيف كيبدا تدريجيا الصهد كيقل، وكنبداو نحسو بالبرد. دونك عندنا قلنا الصيف، عندنا لو ديبي ديال كومون ديراج لوتون اللي هو الخريف. الخريف تيكون بارد، تتراوح درجه الحراره ما بين مثلا 10 حتى الصفر نقدروا، ولا كنا مثلا يعني محظوظين، بعض المرات كيكون شهر اكتوبر سخون، يعني كنبقاو بديك درجه 10 وطالع شي شويه.
مي الجو كيتغير من يعني الحسب من عام على عام، دونك هذا ما كان. وفي البرد، دونك البرد كيكون عندنا كيبدا تقريبا نوفمبر حتى مارس. دابا حنا في شهر مارس، يعني كتشوفوا الشميشه بدا لو برينتون داكشي، واخا باقي كاين الثلج ولكن الجو بدا كيزيان. بالنسبه للناس اللي كيهاجروا اول مره كيجيو كندا، خصوصا الى جاوا في البرد كيلقاو الثلج فكيتصدموا، كيجيهم عائق في الاول، كيكونوا سي نورمال باقي ما مولفينش عليه، يعني سواء يعني كيفاش يتحركوا فيه، كيفاش يخرجوا، كيفاش يتعاملوا معاه، ما كيكونوش موجودين. وهنا غادي نوقف وغادي نفتح واحد قوسين غنقول لكم بالنسبه للناس اللي بغات تهاجر، حتى لو جاتكم الفيزا ديالكم او جاتكم يعني لوتوريزاسيون باش تكيتيو لو تيريتوار ديالكم اللي فين نتوما كاينين باش تجيو لكندا، كنتمنى منكم ما تجيوش صراحه في شهر مثلا، جيو مثلا ابتداء من افريل يعني شهر 5 حتى شهر 10 مزيانه، ما تجيوش في الفصول اللي كتكون بارده ثلوجات، لانه في الاول كيكون عندكم بزاف ما يدار، خاصكم تخرجوا، خاصكم تقضيو الوراق ديالكم، خاصكم يعني تمشيو لي زاسوسياسيون، خاصكم بزاف تشجع بزاف عندكم ما يدار، يعني جو ديال لي زاسوسياسيون اللي تعاونوا المهاجرين الجدد وكاينين بزاف غنطرقوا لهم في فيديو الثانيه. دونك كنتمنى من الناس اللي اي واحد باغي يهاجر ما يجيش في البرد، يجي في الجو يكون مزيان، علاش؟ لانه غيساعدو بزاف في التنقلات ديالو، في باش يكتشف الدنيا، يكتشف البلاصه فين جاي، المدينه فين جاي، يكتشف كندا، ويسهل عليه الماموريه في التنقل وداكشي. ف او ميم طون كيت انتيغرا بلو في، سواء يعني كان بوحدو ان ادولت يعني دي ادولت ولا معاهم دي زونفون، يعني سا سري بلوس فاسيل ليهم كمهاجرين يتاقلموا بسرعه لما يكون الجو زوين وما كاينش الثلج. دونك فوالا، هادي قلنا اول يعني بوان نيجاتيف الثلج. ثاني بوان نيجاتيف واللي كنشوفو هو البعد عن الاسره. البعد عن الاسره كتقولوا مثلا غادي نجي هنا، يعني سواء كما كنقول لكم انا كنهضر على يعني جوج الناس او شخص واحد ادولت او مع عائله يعني عندهم اطفال وداكشي. كتجي كتقولوا ان شاء الله نمشيو هنايا غادي نكونوا غنلقاو الناس وغنصحاب وداكشي. هنا نساو القضيه ديال الصحاب وديال العائله، حتى لو عندكم اشخاص من العائله غير نساوهم. هنا سبحان الله وانا كنقولها ونعاودها، وانا يعني كنتحمل مسؤوليه الكلام اللي تنقول. هنا بالضبط في كندا ما كاينش الاخوه، ما كاينش داك الترابط سواء عائلي او مثلا يعني اصدقاء الا من رحم الله، يعني قليل 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 جدا. دونك هذه من جهه، نبغيكم تكونوا جايين معولين عندكم هدف ديالكم باغين تحققوه، ما غاديش تجيو نتوما عائلتكم خليتوها في البلاد اللي نتوما فيه في المغرب سواء او في بلاد ثانيه جزائر تونس او اي بلد ثاني. فملي كتجيو هنا كيكون عندكم اهداف وهما اللي خصكم تخدموا عليها وهما خصكم تفوكسيو عليها، يعني داكشي الثاني كيجي تدريجيا بشويه بشويه. صراحه انا كنشوف كندا ما فيهاش مساوئ بزاف، لانه كما كتعرفوا انا كما قلت لكم انا بالنسبه ليا ككنديه او كمغربيه كنديه عندي الكندا والمغرب بجوج بحال بحال. بالنسبه لي انا المغرب الام وكندا الاب، يعني ما نقدرش نتخير ما بيناتهم، وداكشي علاش غنقول لكم ما عادش نعطيكم بزاف د المساوئ بصح نقدر نعطيكم بزاف ديال الايجابيات. يعني لي بوين نيجاتيف او لي المواضيع النيجاتيف اللي غتقدروا تلقاوها في كندا، مثلا الا جينا مثلا ديرنييرمون مثلا في الـ في الـ في التطبيب او في المستشفيات، كيجيو هنا الناس كيقول لك هنا داكشي طويل باش نشوف الطبيب او خصني نتسنى. لا خويا، كاينين دي ميدسان دو فامي خصك تسجل عندهم، ملي كيطرك شي حاجه راه كتعيط لي لوندومان تو بالي فوا كونسلتي طون ميدسان هانيتون. غير هي المستشفيات خصكم تعرفوا بان المستشفيات هنايا رئيس ماشي فابور بالفلوس، ولكن حنا لانه عندنا لا كارت مالادي او لاسورونس مالادي فكنمشيو فابور يعني بلا كارت ديالنا. دونك وبالنسبه للمغرب كتقولوا عندنا الطب، بزاف الناس كيهضروا في هذا الموضوع صراحه وكيبقاو يقارنوا. في المغرب عندنا البريفي بزاف، كتمشي درك شي حاجه درك راسك ولا درك كرشك كتمشي 200 درهم كتكونسلتي ديك الساعه وكتمشي، فهمتي؟ هنا لا، يفو بخون دي رونديفو ا لافونس. و الا مشيتي للمستشفى الاستعجالات كاينين مفتوحين 24 ساعه، كتقدر تسنى يعني 6 سوايع 12 ساعه انت والحظ ديالك، لانه كيسميوه با اورجون، دونك تو سي با اون اورجونس، دونك تو بو اتاندر تقريبا 6 سوايع انت وحدك صراحه.
من ناحيه ثانيه صراحه الاهتمام بالصحه هنا موجود، الادويه ملي كيكون عندك لاسيغونس مالادي عندنا اسيغونس ديال الحكومه، يعني الدواء ما كنخلصوش، يعني كنخلصو شي حاجه بسيطه، يعني هذه اسيغونس ديال الدوله ما كنهضرش على لي اسيغونس بريفي. البوان الثاني الايجابي او الثالث ولا الرابع ما عرفتش فين وصلت صراحه في النقاط، حسبوا معايا نتومايا. التدريس صراحه هنايا التدريس، يعني خصوصا يعني الاطفال، كنهضر على الاطفال ملي كيجيو هنايا راه مقارنه مع بلدان ثانيه، انا نقول بلدان متقدمه، الدراسه هنايا نمبر 1. يعني كنهضروا في السيستم ديال البوبليك، ما كنهضروش على البريفي. البوبليك هنايا حبيبات ديالي، لانه بزاف الناس يقول لك اه كتقراو ولادكم في البوبليك، مي البوبليك هنا راه معادله مع ميسيون في بلدان ثانيه، دونك راه السيستم هو نفسه هنا، وزاره التعليم كاين لو ميم سيستم كيتقرا البريفي ونون بريفي، دونك بوبليك بريفي. كاين بريفي ولكن ساكو تيلمون شيغ، راه بحال كتقراي ولدك في اليونيفرسيتي، راه كاين 12000 15000 10000 5000 نو ماشي 5000 ابتداء من 7000 دولار العام. ولكن الناس انتم خوتي انا تنقول لكم ما محتاجينش تدخلوا ولادكم بريفي. مثلا انا نعطيكم كمثال، الكارتي فين ساكنه انا كارتي يعني شيك، كارتي كتيقولوا بيان ريبوتي وداكشي، دونك انا ما محتاجاش نحط ولادي البريمير في 6 سنين نحطهم في مدرسه بريفي، جي لي مويان. ولا تنقول انا من الاحسن البريمير او هذيك الفتره 6 سنين الاولى يكون الاطفال قريبين من البيت، وهنايا الحاجه الزوينه باش كتلقى اي درب كتلقى فيه مدرسه، يعني اي كارتي يعني كاين مدرسه مدارس ماشي غير مدرسه واحده، يعني بلوزيغ كوميسيون سكولير كاينين في مثلا كنهضروا على كيبيك. دونك كما قلت لكم فاستثمرت، انا قلت استثمرت الفلوس ديال الدراري اللي غنحطهم انا في البريفي في البريمير، قلنا غنستثمروا هاد الفلوس هادو نستثمروهم في السكوندير، لانه فين ساكنه انا ما كاينش ان سكوندير، يعني السكوندير معناته في العربيه كنقولوا الاعداديه ما عندناش هنايا، خصنا نخرجوا يعني لانه هنا سيت اون بوتيت ايل، دونك خصنا نخرجوا من هاد ليل باش يمشيو، يعني كنخرجوا مثلا راه ماشي زعما شي حاجه بعيده، راه غير تخرجي من هنا صافي ديغ مثلا انا الولاد ديالي فين كيقراو في سكوندير سي 15 مينوت دو شي موا، يعني عندهم البوس ديالهم كيجي يدزهم وكيديهم كيرجعهم. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، انه الاستثمار ديال الفلوس ديالكم تقدروا تخليوه حتى السكوندير، لانه السكوندير تيكون شي شويه الدراري تبارك الله كيبداو كيكبروا وهذا، كنبغوا غير نحافظوا عليهم مجرد نحافظوا، اما القرايه نفس السيستم سواء في البوبليك اولا في البريفي. هادشي بغيت نقول لكم، يعني لي زيكزام داكشي ديال المينيستير هما كلهم واحد سواء البريفي اولا البوبليك. هذه من جهه التدريس، قلت لكم التدريس نمبر 1. من جهه اخرى كيبان لي غنطول عليكم في هذا الفيديو، ولكن غنهضر غير شويه هكا باش زعما نحاول نعطيكم واحد النظره شامله او غير باختصار على كندا شنو هي المزايا. ما عرفتش راسي كنت باغي نقول لكم المساوي والمزايا، ساعه انا شفت راسي مكمله في المزايا، ممكن انا كنشوف هكا يعني واحد اخر يقدر يشوف بزاف، مي افور يا ميزور دون لي فيديو نقدر نقول لكم ندير لكم فيديو مثلا غير على المساوي ديال كندا، ولكن انا ككنديه مغربيه ما كنشوفش مساوي صراحه والله العظيم، يعني ماشي متحيزه لكنديه لانه كنديه لا، هكاك انا كنشوفها هكا الدنيا، كنشوفها بوزيتيف، مو انا كنشوف لي بوين بوزيتيف بلوس كو نيجاتيف. ما عليناش، دونك قلنا تدريس، شنو اخر؟ مساعدات اخوتي، اون فوا اي مهاجر كيجي جديد لكندا عندنا واحد في المطار بعدا كيعطيكم واحد، كاين واحد ديبارتمون ديال لي ريسورس كيعطيكم جميع المعلومات، لي زاسوسياسيون اللي كيعاونوا فين تمشي وشنو الا خصكم شي حاجه شنو كيفاش اعطي، كيعطيكم واحد لابابخس هكا، انا كنوصيكم خليوها عندكم ما تلوحوهاش في الدار، خليوها عندكم ك ريسورس وقراوها مزيان، تقراها الزوجه وتقراها الزوج وخليوها عندكم لانه غتساعدكم بزاف. هذوك لي ريسورس هما اللي كيعطيوكم في المطار هما اللي كاينين، ما تبقاوش تمشيو ما غاديش تمشيو تسولوا ناس اخرين، لانه بزاف الناس كيجيو هنا ما عارفينش، اولا ما كيبغيوش يوصلوا المعلومه بطريقه هكا، انا نقدر نقول ما عارفينش او ما كيعرفوش او المهم ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع هذا، غير هو يعني المعلومه من الاحسن تجيبيها من عند المختصين ما غتجيبهاش من عند الناس. هذه من جهه، من جهه اخرى نهضروا قلنا قلت لكم على سميتو المساعدات ديال الاطفال، اون فوا كتوصلوا هنايا بالنسبه للاطفال اللي ما مولودينش هنايا
اون فوا كتدخل العائله لهنايا كيحسب لكم النهار الاول دخلتوا فيه حطيتوا فيه رجليكم في كندا. دونك الفلوس كيجيكم يعني ماشي البرومي موا يمكن جوبونس كيجمعوا لكم واحد 3 4 موا كتجيكم وان شوت يعني مره واحده. غتقول لي شحال كيعطيونا ديال الفلوس؟ غنقول لكم تقريبا كيعطيوكم لكل طفل ما بين 550 600 دولار لكل طفل شهريا. فانتوما اللي عندك جوج الاطفال او ثلاثه الاطفال راه يعطوك على كل طفل ما بين 550 و 600 دولار شهريا لكل طفل. دونك الا ما عطاوهمش لكم ما كيعطيوهمش لكم في الاول لانه كتكونوا باقي ما درتوش الوراق ديالكم مالادي ديالكم لا ناز الوريقه ديالكم كاملين. مي اون فوا كديروهم كتعيطوا لهاد لاسوسياسيون ديال الاطفال بريستاسيون ديال لي زونفون كيكون ديجا عندهم المعلومات ديالكم كاملين غير كتسولكم شي اسئله اوتوماتيكمون الدوسي ديالكم كيتفتح فكيرجعوا لكم مثلا جلستوا 4 شهور وما تخلصتوش في الفلوس ديال الدراري كيرجعوا لكم ديك 4 موا اللور يعني كيعطيكم شهر الاول وشهر الثاني وشهر الثالث وشهر الرابع كيجمعوهم لكم كيعطيهم لكم في ان شيك كتجيكم تبارك الله واحد الحصيصه زوينه يعني باش تبداو بها في الاول باش تساعدكم. وابتداء يعني ملي كتسجلوا كيبقى شهريا كيجيكم يعني اليوم اللي كيصيفطوا لينا حنا كاع الناس هنايا في كندا لو 20 عشرين كل شهر كل يوم 20 في الشهر كيصيفطوا لنا المساعدات ديال الاطفال هادو سواء كنتي غنيه كنتي فقيره كنتي عندك الملايين كيصيفطوا لك الفلوس ديال الدراري وكيبقاو يعطيوكم الفلوس حتى كيدير جوبونس الدري 17 او 18 عام جوبونس 17 عام. دونك عندكم مساعدات من هاد الجهه هادي. بالنسبه للخدمه خوتي الخدمه عطاها الله. بزاف الناس جاو بفكره انه مثلا كانوا كيشتغلوا في المغرب او في تونس او في الجزائر كمهندسين كاطباء كديكادر ملي غتجي هنا خويا او اختي ما غاديش تخدمي تو سويت في داكشي اللي بغيتي الا الا كنتي دايره ان كونطرا سيني معاهم فهمتي. اما كان جيتي كمهاجره صعب في الاول لانه كيطلبوا لي زيكسبيريونس. دونك في الاول كنصحكم تخدموا اي حاجه لانه الخدمه موجوده عطاها الله باش ديبانيو. والناس اللي كتبغي تكمل خدمتها بيان سور راه كتخدم خدمتها في الدومين ديالها. اللي ما كتبغيش كتزيد تعاود دير كتدخل تقرا وهنا القرا يعني القرايه متاحه للجميع يعني من اي سن بغيتي الى يوم تموتي فيه الى 100 عام ما عندناش المشكل. اي واحد يقدر يمشي لليونيفرسيتي ويقرا ويدير لا فورماسيون اللي بغا ولا يدير لي زيتود اللي بغا ما عندناش هذا المشكل هنايا. دونك هذه هي حاجه زوينه. فالناس اللي كيبغيو يكملوا في قرايتهم او يكملوا في الدومين ديالهم كنصحهم يدخلوا يتقيدوا في ليزونيفرسيتي. ليزونيفرسيتي راه عندكم حنايا ككنديان او كمهاجرين يعني دي ريزيدون بيرمانون عندكم الحق في القرايه وعندكم الحق في البورس والبري بورس. لو بري راه كترجعوا من بعد حتى كتسالوا قرايتكم وكيقسموا لكم على لو مينيموم كتبقى تخلص يمكن 100 دولار 120 دولار في الشهر الى تتساليه الى حتى 20 عام 30 عام ما عندهمش مشكل. هذا هو لو بري. مي لا بورس كتعطيها لك على حسب تيقولوا العائله اللي عندك مثلا انتما كم فرد مثلا اذا كنت اب ومزوج وعندك اطفال فكياخذوا بعين الاعتبار العائله اللي انت عندك و بيان سور ديكلاراسيون الريفينيو ديالك اللي عندك ديال العام اللي فات بناء عليها كيعطيكم واحد القيمه ماليه تبارك الله لا باس بها. نقدر نقول لكم حتى يعني ما بين 4000 5000 6000 دولار كل شهر يعني هذه الا كنتي غتدخل لونيفرسيتي تقرا هاد 4000 اولا لا بورس ما كترجعش هذه مساعده من الدوله باش تقرا ولو بري بورس هو باش كتخلص لي كور ديالك وكترجعو من بعد. هذا ما كان كيبان لي غادي نوقف هنايا لانه بديت كنتفرع شويه. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نقسم لكم كما قلت لكم الهجره فيها بزاف الانواع وفيها بزاف الطرق. دونك غادي نطرق لكل نوع من الهجره بوحدو وان شاء الله غادي ندير لكم هاشتاغ مثلا فيديو 1 فيديو 2 على الهجره باش اللي بغى يتفرج يعني بالتسلسل. دونك الى هنا خليتكم خوتي خواتاتي كنتمنى لكم نهار جيد نهار سعيد كنبغيكم كنموت عليكم ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. مع السلامه.